الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات لفريق النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا كريم. وكابتن اسامه، شفنا النهارده الاهلي بلس 90. شفنا النهارده عوده الروح للعيبه النادي الاهلي، خصوصا بعد طرد ديانج، وده من ضمن الكلام اللي قاله مستر فايلر. شايف المكسب ده ازاي النهارده؟ يعني في البدايه مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي بعد خساره المباراه السابقه. فالنهارده انت بتلعب تحت ضغوط، يعني اللعيبه مش متحرره، فالنهارده عليك ضغط كبير. حتى واحنا بنتابع الشناوي وهو بيتكلم حتى بعد المكسب، تحس ان بيتكلم في حاجات حصلت بعد مباراه الزمالك. فاللعيبه ده اكيد وصل اللعيبه بشكل كبير، واللعيبه بتلعب النهارده وهي مضغوطه. النهارده النادي الاهلي مش في افضل حالاته، لكن في ايجابيات كتيره النهارده. اول حاجه عوده الروح كانت مهمه جدا النهارده، والنهارده انك تكسب في الدقيقه 95 ده شيء مهم جدا. بتلعب من الدقيقه 62 ناقص، فانك تلعب ناقص لاعب مهم في وسط الملعب حوالي 30 دقيقه لعيبه بعد طرد ديانج، كميه الجري زادت، الروح زادت، بدات يعني الشكل يبقى افضل للاعيبه النادي الاهلي. فده النهارده من ضمن المكاسب المهمه. الشناوي ظهوره النهارده بالمستوى العالي، تركيزه العالي النهارده في لقطه المباراه قبل كره مروان، ولسه هنتكلم عنها، والهدف اللي جابه مروان، يعني احلى ما هدف مروان هي النهارده لعيبه النادي الاهلي. شوف كل اللعيبه وهي متجمعه على مروان وهي بتحتفل بمروان، دي حاجه مهمه جدا. دايما اللي بيكسب النادي الاهلي مش لعيب، لا، الروح اللي موجوده دايما جوه الفرقه. مظبوط. لما بتشوف كل اللعيبه، يعني النهارده لما نشوف بادجي اللاعب اللي اتغير وخرج بره، عايزين نوصف الجول ده يا كابتن اسامه. لا، لان في صعوبه جدا في حركه مروان بعد كده. نبص عليك، جري بسرعه، ضرب خط الدفاع، احساسه برده بالمكان ان هو مش واقف متسلل، جري قبل ما الكره تتلعب من الشناوي. ده يعني في حسن توقيت انه يجري في الوقت المناسب. الاستلام الكره جت وراه بالظبط. النهارده ان هو يلف ويرجع تاني ويلف وسطه وهو بيسدد الكره وعايزها في الزاويه البعيده على يمين حارس المرمى، هنا صعوبه الكره اكتر. مظبوط. عكس لو انت استلمتها وجت قدامك، خلاص المرمى بقى كله قدامك. مزبوط. انها الكره تيجي وراك وتلف وسطك وتلعبها في على يمين الحارس، هنا فيها طبعا صعوبه، فيها مهاره وفيها توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب. لكن فرحه اللعيبه بمروان بعد الهدف ده يعني شيء يعني كبير جدا، الروح الموجوده طبعا داخل الفريق. طبعا النهارده بادجي اللي اتغير وخرج، دكه البدلاء كلها، لما تشوف الدكه كلها راح على مروان محسن، الروح دي بتبشرك لا ان في ان شاء الله في حاجه ايجابيه داخل الفريق، رغم الظروف اللي اتعرض لها الفريق خلال كام يوم اللي فاتوا والحمله اللي اتعملت. عايز اروح للشناوي، والشناوي من اهم المكاسب الموجوده النهارده من مباراه الاهلي والجون. الشناوي هو بعد مروان محسن نجم المباراه الاول او اساويه مع مروان محسن. مزبوط. في صده المباراه، لقطه المباراه، الكره اللي اهدرها اسلام محارب كانت من انفراد تام، كانت ممكن تغير مجرى المباراه بشكل كبير، لكن تصدي الشناوي ليها بشكل رائع. ظهر محمد الشناوي فيها، هدف مروان محسن ظهر برضو في محمد الشناوي. كان في الشوط الاول في فرصه، اخطر فرص المباراه لمحمد مجدي قفشه، وبرضو اللي عملها الشناوي، عملها الشناوي. فالنهارده الشناوي بيلعب دور صانع العاب. هنا توقيت الهدف، وزي ما الكابتن يوسف قال، يعني تقمص دور نوير حارس مرمى ميونخ، هو دايما لما بيطلع بيعمل الصده دي زي اسمها النجمه في كره القدم. مزبوط. فدايما عمل اللعبه دي، فتصدي رائع. النهارده في مكاسب كبيره. النهارده النادي الاهلي ربنا وفقه، كسب الجونه، وايضا يعني كسب لجنه التحكيم، كسب ابراهيم نور الدين، محمود البنا اللي قاعد في الفار. هقول لك ليه يا كابتن ايمن؟ ايوه. الناس شافت في الشكل المجمل ان المباراه عدت، التحكيم ما فيش حاجه، لا. النهارده ابراهيم نور الدين، محمود البنا في الفار جوه، اهم لقطه في المباراه ظهروا فيها وكانوا عايزين يخسروا النادي الاهلي. بمعنى النهارده الفار لما يتدخل في لعبه فيها انذار، دي مش من قرارات الفار ان انا اتدخل عشان ارجع الحكم يدي لاعب انذار، لا. النهارده بتدخل عشان هدف، ضربه جزاء، او طرد لاعب. النهارده لو شفنا ابراهيم نور الدين راح لديانج واداله انذار وبعد كده الاحمر، لا. بس هو عموما الحالات التحكيميه هنسيبها للكابتن نصر عباس، وهو اللي هيكلمنا فيها ان شاء الله، لان هيبقى عنده
كلام مهم جدا ومفاجات كثيره كمان النهارده. ما انا هقول لك انا دي بس لقطه ممكن تكون عدت على الساده المشاهدين وهو يتفرج، لكن دي لقطه مهمه جدا كانت ممكن تغير من سيناريو المباراه تماما. لكن النهارده الايجابيات الروح الشناوي مروان بتلعب من الدقيقه 62 النهارده روح تانية خالص في المباراه. صحيح. المكسب 3 نقاط، ما زال متبقي 12 مباراه، النادي الاهلي لسه ما حسمش الدوري زي ما الناس كانت بتقول، لسه الملعب في الدوري متبقي 12 مباراه، لسه 12 مباراه، عندك 6 مباريات ربنا يكرمنا بيهم وقتها نتوج بالدوري رسميا. فلسه ما زال الفريق محتاج يشتغل، لسه ريني فايلر محتاج يشتغل اكتر على الفريق علشان ربنا يكرمنا خلال الفتره اللي جايه. كابتن ايمن بعد اذن حضرتك انا عايز